بسم الله الرحمن الرحيم. جيليون بنجلي في نوريا، مصلحة المحافظة الوطنية للساحل لولاية عين تيمشن. قمنا هذا اليوم بتسطير برنامج في إطار الحفاظ، في إطار اليوم الاحتفال اليوم العالمي اليوم العربي للبيئة، والمتضمن في التحسيس السكان للحفاظ على البيئة في إطار كيف وحيث قمنا بتسير هذا البرنامج وحييناه في هذا اليوم أينما شاركت فيه العديد من المديريات والجمعيات والكشافة والأطفال. المحافظة الوطنية للساحل على في إطار قانون 02/02/2002 المتضمن الحفاظ على الساحل، أنشئت هذه المحافظة على 14 ولاية وذلك لتطبيق القانون، حيث مهمتنا هو الحفاظ على الساحل وتزويد الولاية بالمعلومات العلمية، يعني المعلومات سيانتيفيك، حتى نتفادى التأثير السلبي على البيئة، ونبقى في مجال الحفاظ على البيئة في إطار تنمية مستدامة. وبما أن للمحافظة الوطنية عندها دور، عندها دورين، دور في إطار تقني ودور علمي، يعني تقوم بلي ريغيرش سيانتيفيك، هذا هو الدور تاعها. كي يكون عندها لي ريغيرش سيانتيفيك، هذوك لي ريغيرش سيانتيفيك نزودوا بهم الولايه، حتى لما تسطر برامج مثلا البروغرام تاع لانستالاسيون دي زونيتي اندستريال، يكون عندها معلومات اسكو المحيط يساعد على اسكو هذا المحيط يقبل انشاء هذا المصنع او يلغى، بحيث نشوفوا التاثير على نزودوهم بمعلومات التاثير على البيئه هذه، وخاصه المنطقه الموجوده على الساحل لازم نزودوهم بمعلومات للحفاظ على الساحل، لان هناك تنوع بيولوجي للسيستم مارين، كاين التنوع البيولوجي او نيفو دو لامير، خصنا نحافظوا على لاشين تروفيك تاع لي زيسبيس انيمال فيجيتال، لازم نحافظوا عليها. وباش نحافظوا عليها خص نسطر ان يكون عندنا نحينوا نطبقوا قانون الحفاظ على الساحل. هذه هي.